ربيت ولجيت. او ماي جاد، انا مش مصدق، انا منبهر. انت ازاي اقنعتي الغوريلا وضربتيها وكمان بتكلميها بلغه البني ادمين ما فهموهاش، لا عرب ولا انجليز؟ والله دي قدرات يا جوني، وبعدين والله دي طيبه قوي. تعال طبطب عليها، ملس عليها. لا 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 لا، انا بشعر انا هشوف من بعيد. انت عايزه مني ايه؟ عاوزاك تساعدني قبل ما الكبير يعرف. نو واي، انسي، ماليش دعوه. مش انت اللي قلت لي هاتي حاجه تسليكي؟ مش دي شرطه. بلا شرطي بلا بوكساري، انا قلت لك هاتي حاجه كيوت، لابرادور، قطه، مش غوريلا. وطي حسك لحد يسمعنا، حرام عليك. والله دي طيبه قوي يا جوني. طب هنعملوا ايه؟ هتعملي ماليش دعوه، ما تردمنيش معاكي، انت لوحدك. بقول لك ايه، سربيها. اسربها؟ دي تتاكل. تتاكل؟ هو انت هتسربي نانسي عجرم في الغيطان؟ دي غوريلا، خافي على الناس مش عليها. اقول لك في بعد الترعه غيطان موز، هتتبسط جدي. يلا لا لا لا، دي الغفر يشوفوها ويطخوها، حرام عليك. حن عليك تساعدني، حن عليك تساعدني يا جون. طيب اطلعي بره انت والحيوانه دي. انا مش قصدي، انا قصدي حضرتك والحيوانه دي. هو في ايه؟ هي بتقفش لما حد بيزعلها؟ لا، بتكفش على اللي يزعلني. هتساعدني ولا غوريلا كاتش؟ لا 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 لا، خلاص يبقى هتساعدني. هساعدك طبعا طبعا، هساعدك. الناس في بعضيها. استنى يا جوني، اطلعي بره يا حيوانه، انت والحيوانه اللي معاكي. يا جوني بس اسمع مني. انا مش هنبح صوتي، انا هكلم الكبير على التليفون. طب خلاص مش عاوزه منكم حاجه. انت بتبصي لك ده ليه؟ اديكي شايفه محدش في البيت طايق غيري. خلاص انت زعليش. هتجلدني ولا ايه؟ لا لا، مغزى. اتجنيت. اهلا 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 يا كبير. اهلا بالطب المفهوميه والفتاكه حفيد اينشتاين. واه، انت عرفت؟ هم على طول يقولوا لك ده. من الجربانين اللي قالوا لك كده؟ ناس يا كبير، يعني فئه قليله. اخبار الحفار ايه؟ الحفار، انت قصدك تادر المبيدات بتاعت حشره الحفار؟ الحفار خد فلوسه؟ وصلته على داير مليم يا كبير، والراضي العامل اللي عليه وزيادة، كل ما عدي عليه ألاقيه واقف وسط الأرض وعمال يبيد عمال يبيد. على مين؟ على مين إيه؟ على الحشرات، الحفار. حشرات الحفرات. أعمل كده؟ أعرف. بسم الله. أوه، أنت هتعمل يا كبير؟ هديك بالشومة وقع صف أسنانك مرة واحدة، سترايك كيف البولينج. ليه وأنا عملت إيه؟ ليه؟ تنصب عليا يا نادي يا ابن العبيطه؟ ايه ده؟ انت دريت يا كبير؟ انت بتعترف في نفس الوقت؟ لا انا ما بعترفش ولا حاجه، هنصب عليك كيف بس يا كبير؟ بالعقل يا كبير بالعقل، لو انا اخذت ال 10,000 جنيه وحطيتهم في ديبي، كنت هتشوف وشي في البلد؟ بصراحه لا. شفت؟ دول حتى لو 10 جنيه. اديك قلت اهو يا كبير. بس راحوا فين الفلوس يعني؟ دي سوء تفاهم، وبعدين الغلطه دي مش غلطتي، دي غلطه سيدوني. دوني؟ ايوه سيدوني. انت بتلبسها له؟ ايوه طبعا، هو اللي غلطان يا كبير. هو قال لي خد الفلوس دي يا هدرس اديها للحفار. قلت له قصدك حشرة الحفار؟ انت قلت كده؟ ايوه قلت كده. قال لي لا حشرة الحفار ايه؟ الحفار يا هدرس، الحفار اللي بيحفر في الارض وبيعمل حفيرات. قلت له خلاص انا مالي، هديهم للحفار. الكلام ده ما مش لادد عليا، انت عمرك ما تتكلم بالمنطق دي ابدا. ده اللي حصل يا كبير. يعني ايه؟ يعني انت لبست كل الموضوع ليه؟ هو انت بريء؟ ايوه انا بريء. طب اقلع الجزمة وحط رجلك، اضربك 100 جلد عليهم. ليه يا كبير؟ اطلع الطاقة السلبية اللي جواه. يلا. طب يا كبير، يعني خلاص يا كبير، اعتبرني غلط، ودي مش اول غلطه يا كبير، المفروض ان انت تكون اتعودت وتستحملني. استحملك ليه يا دته؟ انت بقيت اهلي، استحمل اخويا جوني ماشي، انت ايه انت عشان استحملك؟ استحملني ليه؟ عشان انسان. الكلام ده تستعطف بيه اديب فنان تشكيلي، انما انا عمده. يعني ايه انسان من اساسه؟ ايه انسان ده؟ ما خبرش يا كبير، هم بيقولوا كده. هم مين يا اللي قالوا ان انا من ناس اينشتاين؟ جربانين؟ ايوه هم دول الفئه. طب عندهم فيك انت والجربانين، انا حسامح اخويا
وهحبسك انت بال 10000 جنيه. ويديلك قلب تعمل كده؟ عادي. ضميرك هيبقى مرتاح؟ هذبح عجلين وديك رومي ويا ماما جمريه. الله الله. ايه انت هتنحبس، هم اللي هياكلوها. ما حد يدب لي معاه زياره في السد. نبقى نشوف. طب استنى يا كبير لما اخش دنيا، وبعدين اطمن. انا وانس ان انا اتجوزت هخش السدنة على طول. ما فهمش حاجه، ايه دخل دي بدي؟ ما هو يا كبير اللي هتجوزها دي هصرف عليها منين؟ اكيد ان انا هضطر ابيع ذهبها اخد ورثها، وطبعا الكلام ده ما هيلدش عليها، فتقعد تلجح بكلام يفور دمي فدبها علقه او اقتلها، وتروح تدهب لي قرايبها ويخلعوني ويعملوا لي قضيه خلع، واضطر ادفع مقدم ونفقه، فيا اما تحبسني يا اما ادفع النفقه، وهتحبس طبعا عشان ما اعيش يا كبير، ما معيش، فهتحبس هعمل ايه؟ هو ده الانسان؟ بقول لك يا كبير، ايه؟ ما تعرفليش عروسه تكون بالمواصفات دي؟